متتبعي قناة شوف دبي، مرحبا بكم في هذا المباشر هذا. كنتمنى تكونوا بألف ألف خير. كيف ما معودينكم، حنا ديما كنشوفوا الحالات الإنسانية، الحالات اللي ظالمها المجتمع، اللي مقهورة. اليوم حنا مع واحد السيدة، الزوج ديالها جرى عليها، ضربها وجرى عليها وخذا لها وليداتها. هي غنخليها تحكي لكم القصة من الأول كيفاش تخرجت. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا عبد الله الفاسي، بلدية 74. أنا كنت معليه ما بيه، قلت مع وليداتي بالدار. ناض السيد تهزم عليا، عيرني، قال لي كلام خايب. بديت كنهضر معاه، كنتناقش أنا وياه، دهز قرعة هرسها بغي يضربني بها، لقيت لها يدي، جات لي في اليد ديالي، راه عندي التصاور، عندي كل شيء. مشيت درت به ديكلاراسيون وشكاية وداك الشيء. السيد شد، منين شد الدار تحبست عليا، سدوا عليا الدار، خلوني في الزنقة. ولادي انا الدوم والرحمه عند خو قال لي ما تجيش عندي. هذوك ولاد خويا من عيط لي، قلت لي خويا، قال لي هذوك ولاد خويا اللي جابهم ليا. قلت لي راه هذا الشيء ما عندكش الحق، راه ولادي. قال لي سير هذيك جري، سير القانون. الراجل منين خرج سمحت لي انا على حسب الدراري، حيت كون ما سمحتش لي كان غيتشد. قلت له تعدى عليا، راه عندي ترتيب في كفاه 25 يوم. وهو ناكر كيقول لهم انا ما قصاش، والقانون ثبت بانه وقعت من تعدى عليا، وانا اصلا سمحت ليه، ما بغيتش ندخلو حتى على وجه الدراري. منين خرج السيد دي وليداتي الدار، قال لي ما عندي ولاد، ما عندي دار، انا ولادي انا ديتهم. سيري قال لي سير القانون تاخذيهم. كنمشي للدار كنلقى الباب مسدود. منين جابوني البوليس باش يدخلوني الدار، حيت درت لهم الرجوع البيت الزوجيه، نادو بدو القفل، قالوا حتى الدار ديال الوراثه، انا ما عندي حد، انا جالسه انا وولادي في الرحمه. ومنين تزيروا انه قالوا لي دخلها يتدير داك، يكون الماما وداك الشيء متفاوض معاها، اللي بغات ديرها ديرها، بغات ولادها نعطيهم لها دابا، بغات هادي هادي. وداك الشيء ما منو حتى شي حاجه، هو بغى غير يخرجني. منين نخرج انا برا ما نصور حتى شي حاجه، انا بغيت حتى يرجع للدار، لا ما بغانيش يطلقني. ووليداتي جلسوا معايا، نسى لي هاد المرض، وانا اللي عبد الدار، كل واحد يعطيني حاجه، ما عندي لا ما ناكل لا في نجلس لا شي حاجه. حتى من الام ديالي مشات ليا المشاكل مع السيده اللي كاريه عندها، وجرات عليا قدامو، بلا جراو عليا ما بقيتش فين نمشي. من نهار لحد، من نهار لحد وانا مصداقه، اليوم 8 ايام عايش. وكندوي معاهم بويا ما عندنا ما نديرو لك، بغيتي نصيفطو لك شي حاجه تعاوني بها، يدي مضروبه، خاصها الدواء، خاصها ما كاين لا حنين لا رحيم. ما تشي شي واحد كيبنا داكشي بيناتكم، حيت هو كيقول ضربتيها وهي كتقول ضربت راسها، وكل واحد كيقول حنا ماشي سوقنا فيكم. انا ولادي بغيت وليداتي نجمع انا وياهم، وديك الساعه ما عجبتوش يمشي يدير القانون ويطلقني. انا هادشي اللي بغيت، ما بقاش انا بحال هكا متشرده كتبان بين ولادي، حتى وليت بالليله ونهار في الزنقه ومضروبه ومتعدي عليا. حشومه وعيب وعار، هادشي ما كيبغيه لا ربي ولا عبدو. حيت ما عندي حد، عندي الله وعندي الملك. ولي كما كان داك القانون براس السيد، داروني مسطيه وداوني للسبيطار وداروا لي شي كارثه، حيت كون ما مشيتش القانون الحمد لله خدا ليا حقي. انا سمعت على وجه الدراري، ما بغيت نكمل معاهم، دخلوا للحبس ونوسخ لي الدوسي ديالو، ما يبقى لا خدمه لا والو. انا سمحت لي على هذا الشيء. ملي خرج قال لي هذاك الدري، وانا فين غنمشي؟ ما عندي لا كبير، ما عندي خوت، ما عندي حتى شي حد. انا اصلا وهي مطلقه بيا، وانا عندي عام، هي اللي مكبره لي. انا مخدمتي الحمد لله بكل شيء، يدي عطبني دابا منها، ما بقاش عندي باش نخدم. انا دايره باج ودايره داك الشيء وخدامه، وعندي كليان. السيد دار لي هاد الحاله دابا، يدي ما نقدرش نخدم بها، ما عندي حد. انا عيط لهاد الناس وتعاونوا، بغيت تعاونوا معايا، الله يجازيهم بخير. شنو الطلب ديالك اختي؟ بغيت نرجع لداري وعند وليداتي. توحشتي وليداتك؟ توحشتهم، وكي جات كيصخب ولادو عمرني ما فرقتهم حتى ساعه. ديما انا ندير المدرسه ونجيب ونكامل، شي حمام ما كنمشيش ليه، حيت ما كاينش اللي جداهم ليا، ما كاينش. هو اصلا ما عندوش معاهم، ما عندوش معاهم. ملي كنا في الدار وكان كيضربنا في رمضان، في الاول تاع رمضان كنت كنعيط ل 19، كيقول لي ماما امتى غيجيو يديو البوليس، بقى يضرب فينا ويتعدى علينا. والله يلا امي ماما نسكنوا، صبري صبري، راه غادي نصبروا وغادي نتهنوا منه. دابا يكبر وغادي يتهد. هادو الدراري، ولدي عنده 5 9 سنين كيقول لي هاد الهضره. وديك النهار ضربوا على شي، يقول لي نوض من بلاصتي، ضربوا واحد الضربه برجلي، وقال لي انا لا بقات فيك، راني ديت شي حاجه مع الام ديالو، هضره خايبه ديال الزنقه، راه فاهم ما يتقال. راه ولينا عايشين مع داك الشيء، مستنقع خانز بالهضره الخايبه. انا هاد السيد دابا هو مستغلني، دابا كيف ياسين عند الام ديالي، ما عندهاش كيفاش تدخلني، ما عندهاش جهد، ما
عندها زاد ما عندها فلوس ما عندها والو. هو ديك حيت ديك السيده قالت لها ما تدخلش عندي لا هي لا ولادو قدام والبارح اللي اجي تسمعوا هرب وخلاني في الزنقه في عين السبع مع 6 ونص ادير كيدير وانا ما عارفاش فين غنمشي. دخلوناش انا داروا بيا خير دخلوني في طرش عندهم. واخا شي ناس هنا كيقول لك اعطيهم النمره ديالك 0775 08 07. عاوديها 0795 بشويه عيب شويه قولها بشويه عاوديها 0775 08 07. شنو تبغي دابا تقولي للمسؤولين؟ انا مسؤولين بغيت ندخل للدوير انا ما بغيتش هذا من ندخل داري ما يدخلنيش انا لهذاك البيت لتحت ويسد عليا يخليني بحال الحيوان. انا راه ما دايره والو انا راه مظلومه وما كنتش مظلومه ما غنديرش هادشي ما غنمشيش انا غنمشيش ندير هادشي حيت علاش غنكون هاني واش غنوض تكون هاني وقاس وقابله على داكشي اللي عطاني الله وغنوض ندير مشاكل راسي ونخرج راسي من الدار. راه ما يمكنش ما يمكنش راه ما يمكنش سولوا عليا الناس كاملين فوق داك السيد الله يعمر هذا سولوا الدرب سولوا مول الحوانت سولوا اي واحد سولوا زاد الاساسيين اللي كيقراو عندهم ولاد كلشي كيقول لي هادشي راه بزاف عليك. وكيف ما كتشوف متتبعيك انا تشوف تي في هاد السيده هادي الله يعطيكم الصحه اللي بغى يعاونها او يتدخل في المشكل اللي عندها راه قالت الرقم ديالها. الله يجازيكم بخير باش ما كان دابا هي حاليا راه غير في الزنقه ما عندها لا حنين لا رحيم لا حتى شي حد ما عندها حتى شي واحد. غنعاود النمره ديالها 0775 08 07 الرقم ديالها 0770500807. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زعما هادشي كيالم في القلب كيالم بزاف باش تشوف ان راجل يدير في مراته ووليداته بحال هكا يفرقها على وليدات. هذه اول حاجه يضربها بهذه الطريقه هذه وهي كتعتمد غير على دوك اليدين باش كتخدم وداك الشيء باش كتجي مصروفها باش يخرجها الزنقه بحال هكا راه حشومه وعيب وعار. مهما كانت الاغلاط مهما كانت كتبقى في الاول وفي الاخير كتبقى مرا كيف ما كنقولوا في المجتمع ديالنا وليه كيف ما كنقولوا حشومه. فما بالك الا كانت مراتك وام وليداتك. كنشكركم على تتبعكم هذا المباشر هذا وان شاء الله نلتقيو في مباشر اخر.